طب عايزين بقى نبدا معاك، وزي ما قالت سهام رحت اختبارات مرتين. ايوه. واترفضت المرتين، وبعد كده المقاولين. ايوه. فعايزين نعرف برضو بدايتك كابتن عشان الناس تعرف كمان، وكمان ندي رساله للناس اللي بتيأس بسرعه، يعني راح اختبار مره بيبدا صح. يقعد بقى في خلاص بطلت، لكن انت كان عندك اصرار وعندك ايمان جواك، لا ان انا عايز العب للنادي الاهلي. مظبوط. هو حصل انه يعني فتره اللي هي السبعينات والثمانينات كانت اللعب في الشارع كتير، يعني كان ما فيش عربيات. كنت طبعا بتلعب فين في الشارع؟ كنت جنبك في عبدين. ايوه. انا في الشيخ رحان. انا في شارع الشيخ رحان. كنت بتلعب فين؟ في المنيره ولا في المنيره، في شارع الموردي، شارع أيوة. امين سامي، شارع ده كان في فرق في كره شراب ايه؟ أيوة. كل ده بالزبط. طبعا كنا بنلف بقى احياء مصر كلها. ده صحيح. فكانت العربي ما فيش عربيات بالطريقه دي. ده لا كانت الشوارع فاضيه شويه، لدرجه احيانا كنا بنحط شبك في الشارع، شبك بنلعب بشبك، يعني ما يعني ما فيش عربيه تمر بقى كل ساعه. لا انا حضرت اللي هم الطوبتين الشبك بقى. لا يعني الشبك دي كانت في الدورات، مثلا الدورات الكبيره بالظبط. فكانت البدايه في الشارع وفي المدرسه. رحت نادي الزمالك الاول عن طريق كابتن حماده امام، كان هو يعني جاري في الحي. شافني وخدني نادي الزمالك، وقبلت في نادي الزمالك. كان الكلام ده وانا عندي 13 سنه تقريبا. لكن انا في ذهني ان انا والدي الله يرحمه اهلاوي، وانا اهلاوي جدا، واخواتي في ذهني ان انا العب للنادي الاهلي. بالرغم انك بالرغم قابلت في نادي الزمالك مظبوط. لكن قالوا لي جيب الورق بتاعك كده المستخرج والحاجات دي يعني. بعد كده رحت النادي الاهلي، رفضوني في الاختبارات. فايه يعني حزت في نفسي شويه كده ويئست كده، يعني عارف ايه يعني، كل الشارع بيقول ده لعيب كويس، وفي المدرسه بيقولوا ده لعيب كويس ولازم تلعب في نادي ومش عارف ايه. فضلت بقى اتضايقت شويه بعديها. قعدت بقى في الشارع عادي كده وفي المدرسه لغايه 16 سنه. واحد صاحبي كان المقاولين بقى في ابتدائي، في نهايه السبعينات 79 78 الكلام دوت، ابتدى بقى المقاولين، كان لامع يعني في الفتره ديت، وخد بطولة افريقيا بعد كده والدوري العام. رحت وقبلت عن طريق كابتن سيد عبد العظيم، ولعبت 3 سنين للمقاولين العرب، وبعدين مشيت من المقاولين العرب. ده كلها كده يعني، يعني كلها رايح جاي. ده حصل حاجه غريبه جدا، انه جه مدرب انجليزي لقطاع الناشئين وقال هيلغي فرقه ال 20 سنه. فقالوا له ده فيه لعيبه كويسين يعني. انت كان انت ساعتها كنت في فرقه ال 20 سنه. ايوه. فقال لهم لا انا هلغي فرقه ال20، هنعمل لغايه 18 سنه بس، وفرقه ال20 المميز فيها انتم شايفين المدربين بقى اللي مرنونا. فطلعت انا واثنين اصحاب واثنين مميز في 20 سنه يطلع مع الفريق الاول. باش والباقي كله مش كان ساعتها بقى ماسك مدير فني تومسون الانجليزي. كان الجيل اللي هو فيه حمدي نوح والشيشيني الجيل الذهبي. الجيل الذهبي المقاولين. وفعلا قعدت معاه اسبوعين، وفي الاخر قال لنا انتوا الثلاثه خلاص برضو مش عايزه. برضو. فالدنيا برضو ضاقت وشي يعني، احبطت اكتر يعني. طبعا. بس انا حظي الحلو ان كانت مسابقه ال20 موجوده في كل الجمهوريه. يعني هو المقاولين بس، هو المدير الفني الانجليزي ده هو اللي جه لغاها. تمام. ورغم ان كانوا معارضينه جدا المدربين المصريين، لانه عارفين في ناس مميزه. فرحت نادي الزمالك للمره الثانيه وقبلت برضو تاني. وحصل انه يومين ورحت رايح النادي الاهلي عن طريق كابتن احمد ماهر، ولعبت بقى في سنه 81 في فرقه ال 20 سنه في النادي الاهلي، اللي هو الجيل بتاع عطار ابو زيد وعلى يعني. كابتن احمد ماهر هو اللي اخذك بعد يومين، قال لك تعالى بقى. شاف ناس كتيره ولاعيبه كتيره، وعن طريق نادي النيل. هو كان كابتن، كان هو ساعتها كان مدير الكوره في النادي الاهلي كابتن احمد ماهر، ولا لا كان فريق ماسك فريق ال 20 سنه. 20 سنه. فشافك وقال لك طب تعالى النادي الاهلي. ايوه. ورحت، وبقى الجيل بقى اللي هو سطر بقى تاريخ